أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع يبين معاني مفردات جديدة يفسر الآيات الكريمة، يتعرف على الإمام مسلم. ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أحداث يوم القيامة، وقد سميت هذه السورة الكريمة بالغاشية لتدل على الأهوال والشدائد التي تقع في ذلك اليوم على الكافرين والمجرمين حين يجازي الخلق على ما قدموا في حياتهم، فيظهر ذلك في وجوههم، فالوجه أشرف أعضاء الإنسان، كما أنه ينبي عما يجده صاحبه من شقاوة أو نعيم. والناس يوم القيامة عزيز الطالب فريقان، أهل النار وأهل الجنة. أهل النار هؤلاء وجوههم ذليلة متعبة من العذاب، يذوقون عذاب نار شديدة التوهج، يشربون من ماء شديدة الحرارة لا يروي ظمأهم، وطعامهم فيها غير مستساغ ولا يزد جوعهم. أما أهل الجنة ترى النعمة والرضا والسرور على وجوههم لما وجدوه من النعيم نتيجة أعمالهم الصالحة في الحياة الدنيا. بعد أن ذكرت الآيات الكريمة عزيز الطالب حال المؤمنين وحال الكافرين يوم القيامة، دعت إلى النظر والتأمل في كيفية خلق الله تعالى للمخلوقات ودلائل على وحدانيته سبحانه، ودلائل الإبداع والإتقان والعظمة. خلق الإبل، إتقان خلق السماء وما فيها من النجوم والكواكب الكثيرة. خلق الإبل فهي سفينة الصحراء التي تحمل مشقة السفر والأحمال والجوع والعطش، وهي من أوفر الأنعام لحما ولينا ووبرا. خلق الجبال فجذورها مغروسة في الأرض لتعمل على تثبيتها كالأوتاد التي تثبت الخيمة، بسط الأرض وتمهيدها ليسهل العيش عليها والسير فيها. أمر الله تعالى بالتفكر والنظر في هذا الكون لتستدل على وجوده عز وجل. فعن طريق التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى للإبل عليك أن تستنبط السمات الخلقية التي أودعها الله تعالى للإبل حتى تتكيف مع بيئة الصحراء. سمة الشفتين، السنام والخف. وقد حرص المسلمون على التفكر في آيات الكون، فها هو القاضي شريح رحمه الله يقول: يوما للجلساء اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى ما كيف رفعت. أيضا منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ختمت السورة الكريمة: وجوب تذكير الناس وتبليغهم في الغاية من إرسال الرسل عليه الصلاة والسلام، عدم الإكراه على الاعتقاد بالدين، فمهمة الداعية تتمثل الإرشاد وليس له أن يكره الناس على الهداية. إنذار من أعرض عن الحق وكفر بالعذاب الأليم يوم القيامة، فرجوع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة واقع لا محالة، فيحاسبهم الله تعالى على ما قدموا في حياتهم. صحيح الإمام مسلم. اعتنى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسنة النبوية الشريفة، وجمع عدد كبير من الأحاديث الصحيحة في كتابه صحيح مسلم. وقد قام الإمام النووي رحمه الله بشرح صحيح مسلم في كتاب أسماه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يطلق على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم متفق عليه أو رواه الشيخان. لاقت السنة النبوية الشريفة عناية كبيرة من علماء المسلمين، حيث دونوا الأحاديث النبوية الشريفة في مصنفات، ومن أولئك العلماء الإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم هو مسلم بن الحجاج نيسابوري، شيوخه الإمام البخاري وأحمد بن حنبل، تلاميذه الإمام الترمذي وابن خزيمة، وفاته في نيسابور. وقد نشأ الإمام مسلم رحمه الله في كنف والديه في بيئة ساعدته على طلب العلم، فقد عرف والده بسعة علمه واطلاعه في العلوم الشرعية، وهو الذي أرشده إلى طلب العلم في مرحلة مبكرة من عمره. صفاته: اتصف الإمام مسلم رحمه الله تعالى بصفات حسنة كثيرة، وقد كان حسن الأخلاق كثير الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، حتى لقب بمحسن نيسابور. أيضا طلبه للعلم، حفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى القرآن الكريم وهو ابن 10 سنين، حيث بدأ يطوف البلاد لطلب العلم وسماع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة مبكرة من عمره. وقد سأله أحدهم يوما عن حديث فلم يقبل إجابة بغير علم، بل استغرق ليلة كاملة في البحث عن حديث واحد.
تسميته وعدد أحاديثه. تميز كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله بالاقتصار على الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري، واشتهر بين الناس بصحيح مسلم، وأمضى الإمام مسلم رحمه الله تعالى 15 سنة في جمع أحاديث صحيحة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.